نتحول إلى جامعة الأزهر. هناك خبر بأن هناك مسيرة أو تظاهرة داخل جامعة الأزهر. بالأمس كنا وتابعنا مع حضراتكم على شاشات بث مباشر وسي بي سي كل التظاهرات التي حدثت في شارع الطيران في جامعة الأزهر وأمام كلية البنات التابعة لجامعة الأزهر وسكن البنات الحقيقة في جامعة الأزهر. اليوم مجلس الجامعة بيقرر استمرار الشرطة داخل الحرم الجامعي لحماية الطلبة وحماية أعضاء هيئة التدريس وحماية الطلبة بالتأكيد والمنشآت والمباني. المجلس النهاردة كان منعقد وقالوا بأنهم في حالة انعقاد دائم وأنه لا تعليق إطلاقا للدراسة بجامعة الأزهر والامتحانات الخاصة بالترم الأول ستكون في موعدها في 29 من الشهر الحالي. الاجتماع الطارئ اللي عقد ليلة أمس بعد الاشتباكات المؤسفة التي حدثت وشاهدها الجميع قرر فيها استمرار الشرطة في الحرم الجامعي وأكد في بيان دي استعرض في كل ما حدث في الكلية وصارت الأحداث التي وقعت بالأمس من الطلبة والطالبات الذين أسماهم بالخارجين عن القانون واستماتتهم على حد قول البيان في سبيل تحقيق الغرض ألا وهو تعطيل الدراسة وقال بأن هذا لن يحدث. البيان أكد أن مجلس جامعة الأزهر في حالة انعقاد دائم وسيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير لإجراء الامتحانات في موعدها وقطعا لاستمرار الدراسة بالجامعة في حتى نهاية الترم الأول وحتى إكمال العام الدراسي كله. وأكد أن قرار المجلس الأعلى للأزهر الذي انعقد اليوم باستمرار انتظام الدراسة وانعقاد الامتحانات في موعدها وأهاب بطلاب جامعة الأزهر عدم الانسياق وراء الشائعات. معنا من جامعة الأزهر الزميل علاء محمد. يا علاء أهلا بيك. يا ترى اليوم هل يشبه البارحة أم أنه أقل وطأة؟ أهلا بيك. منذ بداية الصباح وكانت الأجواء هادئة. طيب فقد الاتصال بمراسلنا علاء محمد في جامعة الأزهر لكن كان واضح جدا في الخلفية خلف علاء ان كان في اصوات هتافات يبدو ان بالفعل ان في مسيرة. علاء في الكلمتين اللي قالهم واضح ان كانت الامور في بداية اليوم كانت هادئة شوية ربما نتيجة لحالة الامطار وهطول الامطار الشديد لكن واضح ان الطلاب بينشطوا في هذه الاونة. الحقيقة من الاشياء الملحوظة اللي تقريبا كل المسؤولين في الجامعات المصرية اكدوها لينا في الفترة اللي فاتت ان المسيرات الطلابية والمظاهرات الطلابية وتجمع الطلبة في الجامعات دائما ما يبدأ بعد صلاة الظهر بعد ان يؤدوا الصلاة يخرجوا ويتجمعوا للخروج في هذه المسيرات وفي هذه التظاهرات. النهاردة البيان اللي صدر بعد الاجتماع اللي كان ليلة امس حتى وقت متأخر البيان بيؤكد على استمرار الدراسة لكن هنعرف ازاي الحال النهاردة بعد هذا البيان ويعود لنا من جديد الزميل علاء محمد مراسل سي بي سي في جامعة الأزهر. علاء اهلا بك مرة اخرى وارجو ان توضح لنا الصورة خاصة اني سمعت هتافات من حولك. اهلا بك. انا منذ الصباح وانا في جامعة الأزهر الامور كانت تسير بشكل طبيعي امام الجامعة بل وداخل المدينة الطلابية وايضا ساعد في ذلك هطول ولكن بعد ذلك تجمعت مسيرة للطلاب الذين ينتمون لتنظيم الإخوان أمام كلية الطب بجامعة الأزهر وهم يجوبون الآن داخل جامعة الأزهر. منذ قليل قاموا بالاعتداء على أحد الأفراد. ألو اتفضلي على سمعينا. منذ قليل قاموا بالاعتداء على احد الافراد قالوا انه تابع للداخلية وهو سائق لوزارة الداخلية وقالوا انه مخبر فقاموا بالاعتداء بالضرب المبرح عليه. ده جوه الجامعة يا علاء ولا بره الجامعة؟ داخل الجامعة. داخل الجامعة. اتفضل. داخل جامعة الأرض. يعني قاموا يعني بالاعتداء عليه لدقائق والان يعني اكملت المسيره يعني تجوب الجماعه مره. طيب علاء ممكن ان تقدر لينا الاعداد اللي موجوده عندك الان وهل هي للتوضيح هل هي امام كليه الطب ام في مبنى السكن في المدينه الجامعيه؟ فقط هم العشرات من الطلاب الذين ينتمون لتنظيم الإخوان. المدينة الطلابية خالية من التظاهرات الآن. أحدثك عن أمام كلية الطب جامعة الأزهر. هم تجمعوا أمام كلية الطب
ويعني صاروا باتجاه مخيم الجوالة. هم يعني الآن في الوقت الذي حدثت فيه ما زالوا يعتدون بالضرب على من يعني من تم يعني من مسكوف من من طب يا علاء، ما فيش اي تدخل يعني ما فيش اي تدخل من اي حد؟ بالتاكيد الشرطه اللي عرفناه الحقيقه ان البيان اللي صدر من جامعه الازهر بياكد ان الشرطه ما زالت موجوده وهتستمر داخل الجامعه. طب فين الشرطه دلوقتي؟ الشرطه في الامن خارج اسوار الجامعه. خارج الاسوار يا علاء؟ خارج اسوار. طيب الغريب ان البيان اللي معانا ان مجلس الجامعه بيقول استمرار الشرطه بالحرم، يعني داخل الحرم الجامعي. يعني حتى الان لم ارى اي تواجد لضباط الامن او لاي تامين داخل الجامعه، فقط هم اثناء سيل الامطار كانوا يتمركزون عند البوابه الرئيسيه وعند السكن الجامعي. لكن لا وجود لاي عناصر من وزاره الداخليه اطلاقا داخل جامعه الازهر الان. يعني انا احدثك عن المسيره التي انا اتواجد بها امام كليه الطب، لا تواجد لاي فرد من افراد الامن. طيب بره الجامعه تقريبا ممكن تقدر لنا القوات كده علاء، هل في انتشار مثلا في شارع الطيران عند المدينه الجامعيه الخاصه بالطالبات؟ هل في انتشار في هذه المنطقه للقوات الامنيه؟ يعني عندما جئنا يعني ذهبنا مباشرة إلى المدينة الطلابية التي كانت بها أحداث الأمس توقعا بنشوب مناوشات مرة أخرى. فالأعداد الأمن المتواجد يعني في حوالي مدرعتين جميل للشرطة وعربتين للترحيلات. طيب أشكرك، شكرا جزيلا زميل علاء محمد من داخل جامعة الأزهر، ونبقى في الجامعة مع نائب رئيسها الأستاذ الدكتور أحمد حسني. دكتور أحمد أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور أحمد حسني. ألو. دكتور أحمد أهلا بيك يا فندم. إزيك حبيبي إزيك؟ بارك الله فيك، اهلا وسهلا يا فندم. دكتور احمد، كان في اجتماع مساء امس حتى وقت متاخر، يعني وصل لنا البيان اللي انتوا خرجتوا بيه واللي اكدتوا فيه استمرار تواجد الشرطه داخل الحرم الجامعي بجامعه الازهر، لكن مراسلنا الان بيقول ان في اعتداء على احد الاشخاص من قبل الطلاب المنتمين للاخوان المسلمين، ويقول انهم يحسبونه شرطي، وعلى الرغم من ذلك لا توجد اي قوات للشرطه داخل الجامعه. كيف يكون هذا يا فندم، وكيف يستقيم مع البيان اللي كنتوا ذكرتموه ان هناك قوات داخل الحرم الجامعي لتامين الطلبه الغير منتمين لهذا التيار، لتامين اعضاء هيئه التدريس حضراتكم ولتامين المنشات؟ لا، هو طبعا امبارح كان في اجتماع مجلس اعلى للازهر طبعا بهيئه الامام الاكبر استاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، طبعا بالتاكيد على انتظام العمليات التدريسيه بالجامعه، وايضا التاكيد على ان تقام الامتحانات في موعدها. يعني مظبوط. وفي نفس السياق طبعا في نفس اليوم دعا رئيس الجامعه استاذ الدكتور اسامه العبد باجتماع طارئ لمجلس الجامعه للتاكيد على ما تمت مناقشته في المجلس الاعلى للازهر من استمرار الدراسه والعمليات التدريسيه، وايضا ان تقام الامتحان في موعدها. وكان من ضمن المطالب سواء في المجلس الاعلى الازهر او في مجلس الجامعه ان تكون الشرطه حاضره عندما تعقد الامتحانات، طبعا هتكون بدايه من يوم السبت القادم ان شاء الله حتى يتم تامين الامتحانات تامينا. طيب. طب اسمح لي يا فندم. طب اسمح لي دكتور احمد للجامعه. مفهوم. اما بالنسبه لحمايه طب خليني بس حضرتك في هذه الجزئيه، البيان يا دكتور احمد، البيان لم يشر دكتور احمد ارجوك، البيان لم يشر الى دخول القوات يوم السبت لحمايه الطلبه او الامتحانات. لا، هي شرطه، احنا طلبنا الشرطه ان تكون حاضره من اليوم يعني. طيب انت قلت يعني استمرار الشرطه، ولكن الشرطه موجوده فعلا، ولكن ليس داخل الجامعه، ولكن في اماكن قريبه جدا من الجامعه. بدليل هقول لحضرتك، بدليل ان هناك بعض الطلاب ارادوا ان يعطلوا العمليات التدريسيه في كليه التجاره، فالشرطه تدخلت على الفور بتفريق هؤلاء الطلاب. يعني حصل في كليه التجاره جامعه الازهر محاوله لمنع الدراسه والشرطه تدخلت اليوم. تدخلت وفرضت هذا التجمع، وفعلا الدراسه منتظمه في جميع الكليات.
طيب يا فندم، بالنسبه للاجراءات اللي هيتم اتخاذها، طيب يعني احنا شفنا الحقيقه المنظر اللي كان بالامس كان منظر مؤسف جدا، وكان كل اللي كان بيتفرج كان بيقول ايه دور جامعه الازهر ومجلس الجامعه مع هؤلاء الطلبه اللي احنا شفناهم في هذا في هذه التظاهرات. يعني هؤلاء الطلاب يعني احنا بنقوم بحصرهم طبعا عن طريق الكاميرات اللي موجوده، فمن يثبت انه تعرض لمجلس تاديب ووقعت عليه عقوبه ومع ذلك ما زال طبعا يسير في هذا الطريق سوف يفصل من الجامعه، وبنقوم بحصر الاسماء الان. طيب بالنسبه للاساتذه يا فندم، بالنسبه للاساتذه اللي هم في من اساتذه ايه؟ الاساتذه يا فندم اللي هم يعني في بعض الاساتذه بتوجه ليهم اصابع الاتهام بانهم بيقفوا وراء هذه الاحداث. يا استاذ محمد طبعا احنا تم تحويل اكثر من استاذ الى مجالس تاديب اعضاء هيئه التدريس بالجامعه القانونيه لاعضاء التدريس، وفعلا جري طبعا التحقيق مع هؤلاء الاساتذه، ومن يثبت تورطه في هذا الامر سوف ايضا لا يقل عن الطالب من حيث المسؤوليه. كم استاذ يعني ممكن يؤدى هذا الى عزل من الجامعه اذا ما ثبت تورطه في هذا الموضوع. كم استاذ يا فندم بيتم التحقيق معاه؟ يعني احنا وصلنا دلوقتي تقريبا في الجامعه الى اكثر من 12 استاذ. 12 استاذ بيتم التحقيق معاهم. اعضاء التدريس. نعم. اعضاء هيئه التدريس. طيب بالنسبه للطلبه يا فندم كم طالب؟ الطلبة وصل 300 طالب وطالبة إلى الآن إلى وقتنا الحالي، يعني 300 طالب وطالبة. نعم. أشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا كل الشكر. أشكر سيادتك يا فندم، بارك الله فيك. الأستاذ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر قال كلام مهم، إن بالفعل تم مناشدة الشرطة إنها تكون متواجدة، والنهاردة استطاعت الشرطة أن تمنع تظاهرة كان من المفروض إنها تعطل الدراسة في كلية التجارة جامعة الأزهر، لكن لولا تدخل الشرطة لكانوا تمكنوا من ذلك. بيتم التحقيق مع 12 من الاعضاء اعضاء هيئه التدريس في جامعه الازهر الان في الشؤون القانونيه لاسهامهم في هذه التظاهرات، واكثر من 300 طالب.